عادل عادل عادل، تليفونك بيرن. الو الو، صباح الخير، ممكن اكلم عادل؟ عادل مين؟ عادل حجازي، مش ده رقمه؟ اه ده رقمه. انت مين؟ انت المدام؟ صباحية مباركة يا عروسة. ميرسي. انت مين؟ انا هدى زميلته، ممكن لما يصحى تخليه يكلمني ضروري ضروري ضروري. صباح الفل على احلى عرس. ايه ده؟ هو اللي بيعمل ايه معك؟ في واحدة كلمتك اسمها هدى وعاوزاك تكلمها، وبتقول ان انت زميلها في الشغل. مين هدى؟ انا ما عنديش زميلة اسمها هدى على فكرة. لا، واحدة اتصلت دلوقتي وقالت لي انا هدى وعايزة استاذ عادل حجازي وصباحية مباركة، فاكيد تبقى تعرفها ورقمها اهو. طب ماشي، كبري بقى، اكيد النمرة غلط يعني. طب ما تكلمها تشوف مين دي. ما اكلمها ليه؟ انا اكلمها دلوقتي انا والقمر قاعدين. معلش كلمها، ما يجرش حاجة. ماشي. الموبايل مقفول. بقول لك ايه، انا مش هحاسب على الطقم ده، انا حاسبت على الطقم اللي فات، مش سيره هي. ماشي يا عم، ما تيجي نرزل على الواد عادي زمانه صحي. تصدق فكره، انت جاي كده في اي رزاله؟ يخرب بيت سنينك. طب رد على التليفون ده وافتح السبيكر. ارد ليه؟ معلش افتح السبيكر. رد. غريبه انت يا جهان اهو. الو الو، صباح الخير يا استاذ عادل. انا من اشد المعجبات بتوعك على فكره. انا مين؟ انا شوقيه مساحات. خد خد، داليا شعبطه عايزه تصبح عليك. امسك يلا. صباح الفل. ايه يا عم بتقفش علينا كده ليه؟ انا وحبيبك شريف. قول له رفعت راسنا ولا كسفتنا كالعاده؟ شريف بيقول لك رفعت راسنا ولا كالعاده. بصوا يا جماعه، انا تهريج دم. الو، غزير بايخ يعني. اوكي، ده قفل. قفل؟ لا يكون زعل يا عم. ايه زعل؟ تذكرت ولا ايه؟ اه. وانا ايه اللي قعدني مع ناس سكرانين بالشكل ده؟ ومين اللي هيروحنا دلوقتي؟ ايه؟ هزار بايخ من ناس بايخين وسكرانين. تأكدتي بقى؟ سوري يا حبيبي، ماليش حق عليا. ما جراش حاجة. خلاص يا حبيبتي. حبيبتي. ايه بقى؟ نفطر هنا ولا نفطر تحت؟ لا، اطلب لي الشاي بلبن الأول، بعدين بقى ننزل نفطر تحت. ماشي، شاي بلبن. شفتي الواد الحلو انا جبته لك؟ كرسي يا حبيبي. حلو؟ حلو قوي، جنن. بطلي قلة أدب بقى أنت كمان. هو إيه هو ده؟ ده صباحية كويسة عادية يعني. ماشي، هبقى أحكي لك بعدين. لا لا، ده صاحي ونزل تحت يعني سبقني، وأنا قلت له هغير هدومي بقى والبسه كده وانزل. ليه يا بنتي؟ ما انا مهتمه بيه. هو في ايه؟ ده انا قاعده اتفرج على فيلم ابيض واسود من اللي قال لي انه بيحبه. انا برضو لا خالص، بالعكس، ده النهارده الصبح حصل حوار غريب جدا. واحده اتكلمت وقعدت تدلع في التليفون وتقول لي انا زميلته وعايزه ابارك له وبتاع، وانا مشيتها يعني. امشي. فين الشكاكه دي؟ لا طبعا، ولا شكاكه ولا غيوره ولا اي حاجه. لا لا، طلع مش عارف واحد صاحبه وقال لي بيعمل فيه مقلب حاجه زي كده يعني. وبيني وبينك بقى، انا ما بحبش اصلا الحركات دي. انا عايزه امشي عادل من اول يوم. وبعدين خدي بالك، انا اصلا ما خدتش وقت عشان اعرفه يعني. هما كلهم ايه، يومين ثلاثه؟ يا باي، يا بنت البواحه دي، ما تبقيش باي خمال عادي يعني. صحابه بيهزروا معاه في ليله الدخله، بتحصل كتير. بت او يكون دمك تقيل. بطلي وبطلي الغنى اللي انت فيها دي، واحمدي ربنا ان جوزك عاقل. يا بت يا بت، حرام عليكي، هو في حد راقي الرجاله اليومين دول؟ امشي امشي امشي، انت هتفضلي هبله طول عمرك.
مين قالك مفيش رجاله؟ العشرة منهم بتلات تعريفة. هو الواد حلوة شوية. طيب طيب خلاص يلا هلبس بقى وانزل عشان ملطوش تحت كتير وهبقى اكلمك بالليل. انت فين؟ عندك رحلة؟ لا انا في الاوتيل عندي رحلة بالليل. طب يا ستي ربنا يهدي سركو. علي بقى وانجوي. انت في شهر العسل ها؟ لا ادعي لي انت بس. ادعي لي كده ربنا يهدي سري ما اتطلقش قبل الاربعين. ربنا يا ستي يهدي سركو ويبعد عنكو الشر. يلا بقى. مجنونة. حبيبي. حبيبي. تحفة. حلوة قوي فعلا. دي برضو سهل؟ لا بقى. يلا شوف حبيبي. بص هدوقك من دي. لا. ليه؟ لا خلاص بجد مش قادرة اكل. والله دي حلوة. لا 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 عندي صداع والله مش قادرة. أنا ما نمتش كويس على فكرة امبارح. صداع؟ ألف سلامة. مش كفاية بقى؟ اللي رايحة واللي جاية عمال تبص لها تبتسم لدي وبسبس لدي؟ هو أنا إيه مش مالية عينك خالص؟ يا أخي احترم نفسك شوية. ده إحنا حتى ليلة الصباحية. عمال لو متجوزني بقالك 20 سنة كنت عملت فيا إيه؟ شاهم وطي صوتك. الناس كلها بتبص لي. ثانياً أنا ببص بدور على الجرسون عشان يجيب لك حاجة للصداع اللي عندك. يا سلام يا غلبان يا مسكين يا حرام. أنا ظلمتك ها؟ أنا اللي مجنونة وغيارة، لكن أنت مؤدب ومحترم صح؟ يا جيهان وطي صوتك. مش هوطي صوتي. إيه ده؟ إيه القرف ده؟ جيهان جيهان الو عملتي ايه يا عروسه؟ ايه ده في يا جيجي؟ مالك؟ انت بتعيطي؟ طب اهدي اهدي بس خليني افهم ايه اللي حصل. لا يا نوره لا لا انت مش فاهمه ده عمل فيا ايه؟ لا طبعا لا هسيبه انا ما اقدرش اعيش مع واحد بصباص زي ده. ده بهدلني خالص انا تعبت. لا طبعا لا هطلق طبعا هطلق انا ما اقدرش اعيش مع واحد زي ده. انت مش فاهمه ده عمل فيا ايه؟ ده فرج الناس كلها عليا، ده المطعم كله كان بيتفرج عليا. اه طب جيجي معلش ثانيه واحده خليكي معايا انا راجع لك ها؟ خليكي معايا. الو ايوه يا عادل. ام سوري ان انا بكلمك دلوقتي. بصراحه انا ما عرفتش اكلم اي حد تاني. انت اقرب واحده لجيهان وزي اختها. هقول لك كلام بس ارجوك ما تقوليلهاش ان انا كلمتك. انا بصراحه مش عارف اتعامل معاها خالص خالص. الغيره والشك اللي جواها هيدمروا حياتنا مع بعض اللي هي لسه ما ابتدتش اصلا. يا نوره اقول لك ايه ولا ايه؟ دي مجنونه اقسم بالله العظيم مجنونه مجنونه وهتجنني معاك.